بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي لقد كانت حقا مباراه جميله، وهي مباراه الجيش الملكي وفريق الرجاء المغربي. من اكثر الحاجات اللي حبيتها فكره كابتن ناصر الدين النبي ان انا محتاج اعمل ضغط عالي على حمل الكوره بتاع الرجاء اللي هو انا لسه شايف الفكره دي في ماتش مانشستر وارسنال، ولكن انت الضغط العالي كان عندك فيه مشكله، وهي ان انت لما عاوز اي كره طوليه بتتلعب في ظهر المدافعين بتوعك كان لما عاوز نوفل الزروني بيسرقهم دايما. يعني مفيش مره نوفل الزرهوني خيش فيها ووقع في الاوفسايد. الهدف الاول اللي خد منه ضربه الجزاء وبيخش يسري بوزوك يسجلها، والهدف الثاني اللي نوفل الزرهوني برضه عمل نفس السبرنت واعطاها ليسري بوزوك وسجلها، بيثبت ان حضرتك لما مؤاخذه يعني الفكره دي خيشت معاك تخيشه بنت لذينه. بس كان حظك حلو، الامانه كان حظك حلو، يعني الشهاده لله برضه كان حظك حلو. بتسجل الهدف الاول عن طريق محمد ربيع حريمات، كابتن اسماعيل المقدم الله يبارك له، والنتيجه 1-0. الراجل بيفرد ايده كده، الكره بتيجي في ايده، الكره بتيجي في دراعه، ضربه جزاء، بيخش محمد ربيع حريمات يسجل هدف التعادل. نسكت على كده؟ لا يا باشا، بعد ما فريق الرجاء ما سجل الهدف الثاني، كابتن عبد الاله كفيفي اللي هم لسه جايبينه جديد، لما مؤاخذه يعني الراجل عنده 30 سنه، ولما مؤاخذه الراجل ده كان المفروض ان هو بيلعب في المصاري القطري وجاي لهم فري ايجنت. فالفري ايجنت ده والكوره بيحاول يرجعها لانس زنيتي، الكوره قلشت منه. فلعيبة فريق الجيش الملكي ضغطوا عليه وقدر يضغط عليه تقريبا اسماعيل اورو، واسماعيل اورو غلطه والراجل خد طرد. عارف معنى ايه الطرد ده؟ معناه ان انت للاسف الشديد هتضطر تنزل مساك، وهتضطر ان انت تخيل الورد طلع وبينزل مكانه بشعيب العراسي. تمام تمام، يبقى احنا كده لا مؤاخذه هنقلبها 4-4-1، وهنكمل بنفر الزرعوني كسترايكر وتحتيه زريدة ويسري بوزوك. تمام تمام، وهنقفل بقى نص الملعب بروجيه اولو والمكعازي، وكده حلوت قوي 4-4-1-1، وهنلعب على المرتدات بقى. فريق الجيش الملكي نزل الشوط الثاني، باشا انت بتلعب وان سايد جيم، يعني انت كده كده خلاص فريق الرجاء مش هيقدر يطلع ولا هيقدر يزيد، فانت كنت خلاص بتلعب وان سايد جيم. مين بقى عزيزي اللي بينزل من على الدكه بيكون عنده الحلول؟ كابتن زكريا الهبتي. زكريا الهبتي ده كان بيلعب في الرجاء، عزيزي، ما هو ساب الرجاء وراح فريق الجيش الملكي. يضرب ابوك يا حنفي؟ لا، ده بيضرب ابوه وبيضرب ابوه بيستغنى، ده بيخش يسجل هدف وبياخد انذار وانذار ويطرد. يا كابتن زكريا في ما تبرعش شويه، ايه كل الاحداث دي؟ ده السنه اللي فاتت في الرجاء ما عملتش نص الاحداث دي، السنه اللي فاتت في الرجاء انت كنت بتضيع حاجات ما تضيعش. اول ماتش يلعبه ضد الرجاء يسجل هدف، يا كابتن زيكو الجمدان ده. سيبك انت بس، هي كانت مباراه حلوه، دي واحده من الحقيقه برده، كانت مباراه حلوه. جوزيه زنبار بالتغييرات حاول ان هو يحافظ على النتيجه، يعني هو نزل احمد وكمارا وراح منزل ايمن حسين، وكمان نزل محمود صوبال، بس للاسف ما قدرش ان هو يحافظ على النتيجه، وللاسف فريق الجيش الملكي غفله، ولكن الجيش الملكي استحق التعادل، الشهاده لله يعني. زكريا الهبتي نجح في التعادل ونجح ان هو يطرد ويوازن كفه اللقاء في الاخر، لكن هل اضاء ايمن حسين الفوز لفريق الجيش الملكي لفريق الرجاء؟ صراحه ما اعتقدش. كانت مباراه رائعه تستحق المشاهده؟ هارد لك الفريقين على التعادل؟ لا، هي كانت مباراه حلوه، والفريقين افضل حاجه ان هم تقاسموا نقاط المباراه. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وسبسكرايب.